مشاهدينا، للمزيد عن قمة العشرين ينضم إلينا من القاهرة عبر زوم الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي. دكتور محمد، بعد التحية، نلاحظ قمة العشرين والمجريات التي تتم بها من علاج التضخم واحتماليات الركود والسياسة للمركزيات بالتجديد النقدي ومواصلة رفع الفائدة. لنأخذ سريعا على يعني خطى المؤتمر الصحفي الذي كان منذ قليل عن رئيس هناك، عندما ناقش بعض الأسئلة على الأزمات التي تتلاحق بالاقتصاد البريطاني، ولدينا اليوم مؤشر التضخم الذي ارتفع من 10.17% يعني عدى التوقعات ووصل ل 11.1%. نلاحظ أن هناك كانت مؤشرات دكتور تعطي دلالة أن المؤشر قد يتراجع. لدينا معدلات البطالة يعني يعتبر متراجع ل 3.16%. كيف ترى الارتفاع في التضخم، ولماذا لم يتراجع كما حدث مثلا في أمريكا؟ بداية برحب بحضرتك بالسادة المشاهدين. طبعا هي المشكلة ما زالت الأزمة الروسية الأوكرانية بتلقي بظلالها على كافة دول العالم، ويمكن احنا شفنا الفدرالي الأمريكي لما رفع سعر الفايدة أكثر من مرة، يمكن هو ده السبب اللي أدى إلى تراجع امتصاص السيولة وأدى إلى كبح جماح التضخم في أمريكا. لكن النهاردة على العكس، في الولايات المتحدة في إنجلترا بنشوف النهاردة التضخم ما زال بيزداد يوم بعد يوم. يمكن النهارده يمكن الازمه الاقتصاديه اللي مر بيها في الاسابيع القليله الماضيه اثرت وما زالت تؤثر على زياده معدل التضخم. يمكن احنا بنتكلم برضو ان في تضرر في سلاسل الانتاج والتوريد. الشتاء القادم اللي بينظروا اليه الاوروبيين ان هو سيكون اشد قسوه عليهم بسبب البروده اللي بوت الجو والنقص في امدادات الطاقه. كل هذه الامور طبعا يعني بتكون دافع الى زياده معدل التضخم. ويمكن الاكثر ما يؤثر في معدل التضخم هي سله الاغذيه والمشروبات اللي هي تضررت بالفعل نتيجه الازمه الروسيه. على نتكلم على ازمه غذاء، فهي ده كله بيؤثر او بيعطي انطباع طبعا بيؤثر اقتصاديا على زياده معدل التضخم في انجلترا.